لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على الطريقه الصحيحه لازاله الشعر من الجسم. غير في الاول بعدا بغيت نقول لكم راه ماشي حنا كاملين بحال كيليق لينا نفس الشيء. كاين البنات اللي كتليق ليهم لاسيغ او الحلاوه، كاين البنات اللي كيرتاحوا اكثر في الشفره او الغازوار، كاين اللي كيرتاح فيها اكثر، وكاين اللي في نفس الجسم يعني نفس البنت كاينين شي بلايص كيليقوا ليها لاسيغ وكاينين شي بلايص كتليق ليها الشفره او الغازوار. ولكن المشكل اللي عندنا حنا كاملين واللي معقدنا هو الشعر اللي كينوض تحت من الجلد او الحبوب اللي كيكونوا حمرين اللي كينوضوا بعد ازاله الشعر. هذا هو المشكل اللي خاص الحل ديالو. اما لاسيغ او الشفره بجوجهم فحال فحال، هي من الافضل اننا نديرو لاسيغ حيت كيعطل لينا النمو ديال الشعر، وكذلك كينوض الشعر خفيف ماشي بحال الغازوار، ولكن كاينين شي بلايص كيليق ليهم الغازوار احسن. المهم الحل لهادشي كامل هو التقشير، هو اننا نكونوا معتمدين ديما جوج مرات حتى ثلاث مرات في الاسبوع نديروا مقشر للجسم ديالنا. علاش التقشير مهم وكيفرق في هاد المساله ديال ازاله الشعر؟ انا نشرح لكم. دابا حنا ملي كنزيلوا الشعر ديال الجسم ديالنا، علاش كينوض لينا تحت من الجلد ولا كينوضوا لينا حبوب؟ دابا الجلد الا كان خشن يعني ما مرطبش، ما كنرطبوش ديما وما كنقشروش ديما، الجلد ديالنا كتكون قاصحه. الو الشعر ملي كتبغي تنوض بحال هكا كتكون نايضه، كتوصل الجلد زعما الجلد الطبقه زعما الطبقه ديال الجلد ديالنا ملي كتبغي تخرج منها الزربه كتلقاها قاصحه. الو الزربه كتنا هي فاش كتولي عندنا شعر تحت من الجلد، ما كتلقاش كيفاش دير تخرج، وكدير لينا واحد الحبيبه ملي ما كتخرجش وكتولي تحت من الجلد كدير لينا واحد الحبوبه. الو شنو هو الحل؟ هانتوما دابا فهمتوا ان الجلده كتكون غليظه، هذاك الشيء علاش كتحبس لينا الشعره من انها تخرج. الو خاص البشره ديالنا ديما التقشير وديما الترطيب مورا التقشير باش تولي الجلده ديالنا لينه ورطبه والزغب دغيا كينوض. انا دابا غادي نوريكم الطريقه ديال المقشر اللي كنعتمدو انا، وساهل بزاف، وهو اللي وليو ديروه جوج مرات في الاسبوع حتى ثلاثه، وسيرتو ديروه الوقت اللي غتبغيو تحيدو فيه الشعر. يعني بحال مثلا غنبغي نزيد الشعر بالشفره او لاسيغ، غادي ندير تقشير الجسم ديالي باش يكون رطب نقي مزيان دغيا، يعني عاد ندير التقشير عاد ندير ازاله الشعر عاد نحيد الشعر من الجسم ديالي. انا نوريكم دابا المقشر السهل، نوريكم الطريقه الصحيحه باش تحيدوا الشعر وما يكونش عندكم هذا المشكل اطلاقا. اول حاجه غادي نصايبوا المقشر. هنايا وضعت جوج معالق صغار ديال السكر سنيده، سكر حبيبات. دابا هاد المقادير غتضعفهم على حسب المنطقه اللي غتستخدموا فيها هاد المقشر. انا درت هنا جوج معالقات ديال السكر سنيده، غنزيدوا عليها القهوه، واحد معلقه صغيره ديال القهوه بحال هكا. غادي تضيفوا ليهم معلقه ديال الزيت، انا ندير زيت العود، ديروا اي زيت كما كان، زيت ارغان، زيت اللوز، زيت كوكو، اي زيت. غتخلطوا، وباش غتجمعوا هاد المكونات بجل الاستحمام، تاخذوا منه جوج معالق بحال هكا وتخلطوا مزيان تيولي عندكم واحد الخليط اللي متجانس وخشن باش ديروا به التقشير ديالكم. فوالا، اول حاجه غتنظفوا المنطقه اللي باغين تحيدوا منها الشعر، وتاخذوا القناع ديالنا المقشر وغديروا تقشير بحال هكا بحركات دائريه، ومتورقوش بزاف كيف كتشوفوا، كديروا لهاد المنطقه بحال هكا، كتبقاو ديروا بحال هكا تقريبا جوج دقائق حتى ثلاثه دقائق. من بعد غادي تنظفوا هاد البلاصه. نظفت البلاصه اللي درت ليها المقشر واللي باغيه نحيد منها الشعر. الا كنت غنستعمل الشفره غادي ندهن هذيك المنطقه باي كريم
ومن الاحسن من الاحسن انه يكون بلسم ديال الشعر دي ميلور باش زعما البشره ديالنا تكون رطبه. فوالا كتاخذوا الشفره وكتزيلوا الشعر في اتجاه ديال النمو ديال الشعر. يعني الا كان اتجاه ديال النمو هكا غتحيدوه هكا، ما ديروش العكس، غتحيدوا الشعر بهذه الطريقه. فوالا ملي تحيدوا الشعر ديما في الاتجاه ديال النمو ديال الشعر، ملي تحيدوه غتغسلوا المنطقه وصافي، وما غاديش ينوض لكم الشعر تحت من الجلد وما غينوضوش لكم الحبوب. الا كنتو غادي تحيدوه بلا سيغ في بلاص ما ديروا كريم، غادي ديروا طالك بودره ديال الاطفال، غادي ديروها على البشره ديالكم تكون جافه مسحينه مزيان، وديروا الطالك عليها وتنفضوه شويه، وعاده تاخذوا لاسيغ ولا الورق اللي بحال هكا ديال لاسيغ وتحطوه حتى هو في اتجاه ديال النمو ديال الشعر بحال هكا، وتحيدوه في العكس ديال النمو. وهكا ما غاديش يكون عندكم مشكل ديال النمو ديال الشعر الا كنتو ديما كديروا التقشير للجسم ديالكم ومع الترطيب. ومورا ما تزيلوا الشعر يا بالشفره يا بلاسيغ، غادي تدهنوا هذاك المكان بترشوا عليه مثلا الا كان وجهكم، اترشوا ماء الورد باش يتسدوا المسام، ولا غديروا الثلج باش يتسد لك المسام، وموراها غترطبوا البشره. الا كان الجسم ديالكم هو اللي حيدتوا منه الشعر، غادي ترطبوا هذيك المنطقه مزيان بزيت الاطفال او اي زيت كيعجبكم، زيت اللوز الحلو ترطبوا به وصافي، وهكا ما غاديش يكون عندكم هذا المشكل. كيف وريتكم هذيك هي الطريقه الصحيحه لازاله الشعر، هي بلاسيغ هي بالشفره. خاصنا ضروري من التقشير ديال الجسم ديالنا، الجسم ديالنا خاصو يكون ديما رطب وديما ترطيب، يعني ماشي غير التقشير، ديما الترطيب، ديما من بعد ما نديرو زعما من بعد ما ندوشو ولا نديرو الحمام ديالنا، ديما نرطبو الجسم ديالنا باش لاكو ديالنا ما تكونش غليظه وقاسحه وتمنع لينا النمو ديال الشعر ودير لينا مشاكل ديال الشعر تحت من الجلد. وهذوك الحبيبات الا اعتمدتوا هذه الطريقه اللي قلت لكم ووليتوا ديروا التقشير ديما والترطيب، ما غتبقاوش تعانيو مع المده. يعني هو الشهر الاول ملي غتبداو ديروا بحال هكاك الجلده غادو كترطب غادو كترطب، الا وليتوا كديروها ديما صافي الجلده ديالكم غتولي رطبه وما تبقاوش تعانيو من هذا المشكل. كنتمنى يكون هذا الفيديو خفيف، كنتمنى نكون فدتكم واحد شويه. باي باي.